السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم متابعيني الكرام، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض ستارة للشباك، شباك المطبخ او شباك الحمام. هي هيبقى طولها متر في متر. يلا نبدأ. بسم الله، نسمي الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا دلوقتي هحتاج للستارة هحتاج قطعة قماش، طولها متر وعرضها متر و60، اللي هو عرض القماش اصلا، طول القماش. هجيب البورصة اللي على البورصة كده واتني القماشة نصين، تمام. وهنفتح، هخلي الناحية المفتوحة من الناحية دي من على الحرف، والناحية المقفولة من هنا. وهبتدي ان انا اقص. انا طبيعي كنت قصيتها يعني، بس انا بحاول اوريكم. هقص من النص كده، هقص الجزئية دي، افتحها نصين مش للاخر طبعا، هنيجي قبل الاخر كده بحوالي 15 سنتي، ونسيبه مقفول. هتبقى عندي زي ما انتوا شايفين كده، زي ما انتوا شايفين، يا رب الدنيا تكون واضحه، تمام. دي الجزئيه الاولانيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا دلوقتي معايا برضو قطعه قماش، عرضها 1.60 متر وطولها هيكون 50 سنتي. طولها هيكون 50 سنتي. وهاتني القماشة كده نصين اهو، كده نصين، وارجع تاني هاتني نصين. اهي بقى كده عندي 4 طبقات، ادي 1 2 3 4، وارجع كمان مرة اتني نصين كده، واخلي الناحية المفتوحة من الناحية دي والمقفولة من هنا، وابتدي اخد دوران كده عشان يطلع لي شكل فستنوت. هيبقى عندي الشكل ده اللي هي فستنوت المنظر ده، تمام. انا هحتاج للفستنات دي برضو نفس الفكره اللي عملتها قبل كده. هحتاج شرايط، حوالي الشريط حوالي 5 سنتي علشان اعمله كسر كده من على الطرف والف بيها الفستنات، تمام. وهحتاج مسكتين من الجناب، القطعه حوالي 10 سنتي عرض وطولها 50. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا بدايه ان شاء الله، وهحتاج شريط طبعا علشان الستاره اكشكشها. بدايه ان شاء الله انا هبتدي باني اخد الجزئيه الكبيره دي وابتدي افتحها كده، وهاجي من اول تحت، اول جزء حاجه، اول حاجه تحت في النص اللي انا فتحاهم، في الفتحتين من النص، واثبت برضو شريط بني، هعمله كسر كده، هلف بيه كل الجزئيه بتاعت الستاره، هفضل ماشيه مع كل فتحه ما عدا طبعا الجناب الكسر، والناحيه التانيه كمان نفس الموضوع.
لحد ما اوصل للاخر، بحيث ان الجناب نفسها اللي مش هيبقى فيها كسر، جناب من الجنب ده ومن الجنب ده مش هيبقى فيها الشريط البني. هثبت طبعا الشريط في الجزئية دي، وكمان في الجزئية اللي هي البرقع من قدام هثبت برضه في الشريط البني، وان شاء الله ارجع لكم. لو وصلتوا معايا هنا للفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. انا كده اهوت عملت الكورنيش اللي انا قلت لكم عليه في القطعه الاولانيه، وده هيبقى شكله اهوت اهوت، ده من النص، وده الجنب الاولاني، وده الجنب التاني، كمان ده شكل الفستانات بعد ما عملتها. تمام، انا دلوقتي هبتدي الخطوة اللي بعد كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هبتدي ان شاء الله ان انا اثبت دي الجزئية بتاعت الفستنات دي اللي هي البرقع، في الجزئية اللي هي الجنبين دي هتبقى في الخلف. فهبتدي اجيبهم الوش اللي الجزئية اللي تحت الوش من فوق، والجزئية اللي فوق الظهر في وش وش اللي تحت. يبقى انا عندي كده اهو، ده الوش ومرفع كده، ده كمان الوش. هثبتهم في بعض لحد اخرهم وان شاء الله ارجع لكم تاني. انا كده ثبت البرقع مع الجزئية اللي تحت، هيبقى بالمنظر ده كده. ثبتهم في بعض اهو، بقى عندي طبقتين، طبقة اللي فيها البرقع والطبقة اللي فيها الجنبين. تمام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انا ان شاء الله كمان معايا جزء طبقة في الظهر، يعني هتبقى في الستارة من ورا، هتبقى دي معايا زي طبقة شيفون كده لتحت تداري بيها او تدي للستارة منظر. هيبقى معايا برضو قطعة شيفون بعرض 1.60 متر وطول متر، عشان هي هتبقى في الخلفية. فانا كده انا الطبقتين معايا بتوع الستارة، هاجي من الظهر واثبت الشيفون مع الطبقتين اللي انا مثبتهم في بعض. هثبت معاهم القطعه الثالثه اللي هي الشيفون، هثبتها للاخر وان شاء الله هرجع لكم. انا بعد ما اثبت، بس انا عايزه اعمل خطوه كمان، بعد ما اثبت هبتدي ان انا اثبت، يعني بعد ما الثلاث طبقات يكونوا مثبتين في بعض هبتدي ان انا اركب الشريط كده. هيبقى معايا الشيفون، هسيب حوالي سنتي واركب الشريط من اول الستاره كده في الجزئيه دي، هركب الشريط للاخر خالص. وبعد ما اركب جزء الشيفون في الطبقتين والشريط اثبته معاهم، هثبتهم وارجع لكم. بس لو وصلتم لحد هنا في الفيديو، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. انا كده خلصت الجزئية، ثبتت قطعة الشيفون من تحت في الطبقة الثالثة، وثبتت كمان الشريط زي ما انتم شايفين كده. يعني هو ده هيبقى الشكل، ان الطبقة الاولانية هتبقى البرقع، الطبقة الثانية الجنبين، الطبقة الثالثة الشيفون. انا دلوقتي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا دلوقتي هكشكش الستاره. في عندي هنا ثلاث فتلات، اللي عايزه تعملها بحلقان يا جماعه عادي ما فيهاش مشكله،
الشريط اللي هو طالع جديد، بس انا بحب اشتغل بالشريط ده في الستاير علشان خاطر بيدي كشكشة، بيدي منظر. انا هشد كده اهو زي ما انتم شايفين، بتشدي 3 فتلات كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهو زي ما انت شايفه كده، بس بشد بحيث يبقى مكشكش معايا كده. طبعا احنا هناخد المقاس اللي احنا عايزينه، وبعد كده هنفرد الكشكشه. اجي من الناحيه الثانيه برضو واعمل نفس الكلام. اشد كده، بمسك 3 فتلات في ايدي واشد. انا الستارة بتاعتي دي متر في متر، فانا لو ما عنديش متر هقيس بالشبر. ادي 1 2 3، ادي 4، ادي 5، وهبتدي ان انا اربط 3 فتلات من الناحية دي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الناحيه الثانيه كمان هربطها. خلاص انا خدت مقاسها متر في متر، انا كنت مزوده طبعا 1.60 متر علشان الكشكشه اللي انتوا شايفينها دي. بظبط بقى طبعا الكشكشه اللي في الستاره، اخليها كلها كشكشه كده، بوزع الكشكشه في قلبيها اهو المنظر ده. بحيث ان ما تبقاش حته فيها كشكشه وحته لا، احنا هنظبط كده. وبعد كده هثبت 3 فيونكات، واحده في البدايه من هنا وواحده في النص وواحده في الجنب الثالث اللي هو في البدايه الناحيه الثانيه. ودول اللي كنت عملت المسكتين اللي كنت قلت لكم على مقاساتهم، برضو قفلتهم تنيتهم على بعض وثبت فيهم قطعتين من الستان الرفيع، وبعدين ركبت لهم كورنيش بحيث ان هم يمسكوا جناب الستار. انا هثبت الفيونكات وهظبط الستاره واوريكم الشكل النهائي. لو وصلتم من هنا في الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وده كده يا جماعة الشكل النهائي للستارة بعد ما خلصت. اتمنى ان شاء الله انها تكون عجبتكم. متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.